أنشأت مجموعة ملفات قيصر وبالتعاون مع جامعة حلب الحرة في الشمال السوري بإقامة معرض بعنوان صور شهداء التعذيب في معتقلات نظام الأسد، بمشاركة من المحامي إبراهيم القاسم والدكتور عبد المنعم زين العابدين والدكتور ياسر العيتي والأستاذة أريج الطبع، حيث تضمن المعرض صورا ولوحات تجسد واقع ما يحدث في سوريا ومعاناة المعتقلين. وقد أقيم هذا المعرض على مدرج جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتنقل لكم الحدث. الصور الموضوعة هنا في المدرج لم تعرض من قبل، يعني هذه الصور تنشر للمرة الأولى. الصور الموجودة خارج القاعة هنا قد تكون نشرت، أما هذه الصور الموجودة فهي لم يعرضها الإعلام من قبل، هي تنشر للمرة الأولى للتوضيح. وهي من عشرات آلاف الصور التي سربت. وفي رقم آخر بده ينحط رقم متغير، وكل شهر عم يزيد عدد المعتقلين الذين قتلوا في السجون أو الذين سلم النظام أهاليهم شهادات الوفاة. شباب من 25 سنة بيقولوا مات بالسكتة القلبية. إخوة وأخوات لنا في غياهب السجون بذلت من أجلهم دماء وأرواح، إلا أنه وللأسف لم يقدر لهم أن يخرجوا، وما زالوا هناك حيث تحصى عليهم ذرات الهواء والأنفاس. حقهم علينا كبير ولهم دين في أعناقنا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد أبو النصر واليوم نحن بربوع جامعة حلب الحرة. صور قيصر التي سربها للمعتقلين السوريين الذين ماتوا في مسالخ الأسد البشرية، إخواننا، أصدقائنا، أقربائنا، أحبابنا اللي فقدناهم، اللي فقد الشعب السوري منهم مئات الآلاف وعشرات الآلاف تحت التعذيب، والذي عندنا ما زال الشعب السوري ينتظر خبر عن عشرات آلاف منهم لا أحد يدري بهم ولا أحد يعرف مصيرهم إلى الآن. نحن اليوم يا جماعة المعرض صار بالجامعة، فكانت فرصة كتير حلوة لهدول الشباب اللي هن الآن بمقتبل العمر، اللي يمكن لما قامت الثورة كان عمرهم دون 10 سنوات، لم يعرفوا معنى الخوف والرعب في مناطق النظام، لكي يعرفوا حقيقة لماذا سار الناس ولماذا يجب أن تبقى هذه الثورة مستمرة. هذا المعرض رسالة للقائمين على السلطة في المناطق المحررة لكي يعرفوا لماذا الآن الشعب في المناطق المحررة محتقن من التعاطي السلبي مع بعض المجرمين فارين مناطق النظام الذين ساهموا في عمليات الإجرام هذه. ونحن الآن نرى في الصور صور جنود نظاميين يلتادون لباس الجيش النظامي السوري التابع لبشار الأسد، وهم يقفون قرب جثث ربما أصدقائنا وأحبابنا وإخواننا، وبعد ذلك يسألون لماذا الشعب السوري يتعامل مع هذا الملف بتشنج شديد، لا يمكن أن يقبل هذا الشعب بعد ذلك أن تطلب منه أن يراعي من فعل هذا بأخيه وصديقه. شكرا لكم وشكرا لكل من حضر، والله يعطيكم العافية. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.